التي جمعت بين فريقي النادي المكناسي الجريح والذي يصارع الدقائق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تخرجه ولو نسبيا من براثين الصف الأخير المؤدي إلى قسم الهواة، وفريق شباب أطلس خنفرة الذي يمني نفسه بفوز يعيده إلى قسم الكبار. مباراة كانت لا تقبل القسمة على اثنين، أكون أو لا أكون شعار حمله الفريقين المتباريين على رقعة الملعب، لكن شباب أطلس خنيفرة كان أكثر عزيمة وخلق سيلا من فرص التهديف لينتهي الشوط الأول كما بدأ صفر لمثله. لكن مع بداية الشوط الثاني نزل شباب أطلس خنيفرة نحو مرمى النادي المكناسي بثقله وكاد غير ممرات أن يهز الشباك، وسيتمكن اللاعب محمد مفكر الذي فكر بذهاء وأرسل كرته نحو الزاوية 90 محققا فوزا ثمينا يزن ذهبا لشباب أطلس خنيفرة الذي عاد إلى قسم الأضواء. يعني صعب اليومين، نقول لكم أنه تلقى فارق كيتنافس على الصعود وفارق أنه تحاول أنه ينفذ القسم الوطني الهوات، ولكن اللقاء كان في المستوى صراحة كان تكتيكي يعني 100% بدون شك. اليوم الكرة نصفتنا باش أننا نرجعوا للمكانة اللي هي قسم الوطني الأول، ونتمنى أنه يعني نزيدوا ندفروا الجهود ديالنا ونوجدوا الإمكانيات المادية واللوجستيكية باش أننا نديروا انتدابات في المستوى باش الفريق إن شاء الله يبقى في القسم الوطني الأول ويلعب أدوار طلائعية. ولماذا بعد شباب قصب التدلة شباب أطلس خنيفرة صعد رسميا إلى الدوري الاحترافي، فيما وضع فريق النادي المكناسي قدما بقسم الهواة في انتظار إجراء آخر دورات القسم الوطني الثاني. الربورتاج كلام إيجاز القناة الأولى. سي محمد، كل هذا جميل، صعود فريق شباب أطلس خنيفرة، تكلمنا على الفتح الرباطي يعني والتعاض من المباراة اللي فاتت يعني مباراة الزمالك. فريق شباب أطلس خنيفرة رجع للقسم الوطني الثاني هذا الموسم، يجاور الكبار ضمن خصو يستفد من المواسم اللي مضات. بطبيعة الحال يعني لما كانش عندك تقييم ودراسة يعني شاملة كما تنقولوا، والأخطاء اللي ارتكبتيها تحاول أنك ما ترتكبهاش، فراه غادي تلقى نفس المصير اللي كان السنه الماضيه. نظن بانه مرحله ديال الذهاب انتدابات ما كانتش يعني في كبيره اللي تعاون الفريق، حاولنا نجيرو داك الذهاب حتى للمرحله ديال الاياب، انتدبنا لاعبين خصوصا انا عرفنا الخصائص فين، يعني كنا لا لين ديال الديفونس كلها تغيرت، لا من الحارس لا من اللاعبين. يعني منذ تقلد مهمه تدريب فريق شباب أطلس خنيفرة، يعني الفريق كان قبل يعني قبل ما تقلد المهام ديالك الفريق كان كيعاني في بدايه الموسم، لكن هاد السنه يعني جوله بعد جوله الفريق بدا كيدارك الموقف، وحنا شفنا يعني اخر يعني جنى ثمار الصعود. هو بالنسبه لهاد السنه هذه فالفريق كان يعني التحق في الدوره 13، لقيت الفريق يعني لعب 12 مقابله عنده 14 نقطه الحمد لله، تقريبا نقطة في كل مباراة. واني هذا انتبلو، ولكن هو كما قلت لك التقييم، لانه التقييم ديال المباريات اللي لعبوا ديال الكاس هو اللي سهل عليا انه يعني القدر كما كنت نقولوا نعرف الخصائص في كاين، وهذا يعني هو